السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو قدمته، بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا. بشكر الناس المشتركة معايا من زمان، وبشكر الناس اللي بتشترك جديد، وبدعي لكم في كل وقت وكل اذان وكل صلاة. ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم ويبارك فيكم ويصلح حالكم. ربنا يا رب يرزق كل محتاج الذرية الصالحة يا رب، بالعيال اللي يملوا عليه البيت ويفرحوه. يا رب يشفي كل مريض فيكم ويعافيه ويعفو عنه يا رب. يا رب يرزق يا رب كده البنات بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم يا رب. كل اللي معاها بنات كده ربنا يرزقهم بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم ويفرحهم. ربنا يهدي لكم ولادكم يا رب. ربنا يا رب ينجح ولادكم في الثانوية العامة وتفرحوا بيهم. ربنا يخلي لكم ولادكم ويحفظهم لكم ويحموهم لكم ويهدهم لكم يا رب، وربنا يخليكم ليهم ويوسع أرزاقكم يا رب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأول كده بتعمل إيه يا أم داليا؟ صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى عيالي كانوا هيموتوا من الفرحة طول الليل، ما ناموش، كانوا فرحانين وكانوا هيموتوا من الفرحة. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ليه بقى كانوا فرحانين؟ عشان خاطر الست اللي معايا اللي في الاوضه اللي هي جنبيه ديتي، راحت الجماعه خدوا مزرعه، الحاج يعني خد مزرعه تاني في حته بعيده وكان واخدهم، وكانت اخت جوز هي بنت اخت جوزي يعني كانت قاعده معانا بجوزها وعيالها وكده في الاوضه دي. وبعدين الحاج لما خد مزرعه خدها وخد بنت سيلفي اللي كنا بنتكلم عليها امبارح، كانت عندنا دي وعيالها كانوا باينين في الفيديو. جت بقى من البلد وراحت معاهم بقى، فهم يقعدوا هناك شهر اتنين الله اعلم بقى تلاتة. فانا كنت بقى ايه هروج الاوضه ديتي لعيالي، دي الاوضه بقى اللي كانت قاعده فيها. فانا بصراحه لميت لها حاجتها على جنب كده وركنت التلاجه بتاعتها على جنب، هي ما خدتش التلاجه ولا التلفزيون، كان هياخدوهم بس هما العربيه كانت مليانه. دي كانت جايه من البلد وجايبه حاجتها اللي هي بنت سيلفي ومعاها عيال ما شاء الله اربعه، فما كانش في مكان في العربيه، فما خدتش بقى التلاجه ولا التلفزيون فسابتهم. بس يعني جوزها الحاج قال له تعالى وقت تاني خدهم وكده، فانا ركنت لها التلاجه على جنب والتلفزيون بقى، لميت لها حاجتها كده وحطيت برضو التلفزيون كده، يعني هغطيهم بستاير كده عشان خاطر ما استخدمش حاجتها يعني ولا حاجة. وركنت لها الفرش بتاعها وغطيت لها حاجات بملايات زي ما انتوا شايفين كده، وسترة وحاجات من عندي، غطيت لها حاجتها كلها ولميتها على جنب كده وقلت ايه هروج الأوضة دي للعيال وامسحها. فزي ما انتوا شايفين انا عمالة اغسل فيها وامسح فيها عشان خاطر ايه، وغسلت بقى الكنبة، شفتوني وانا بغسل الكنبة وجت عشان قلت هجيبها للعيال ويناموا عليها بدل ما يناموا على البلاط. الاوضه دي مبلطه مش زي بقيه المكان اللي احنا قاعدين فيه، هي دي الاوضه الوحيده اللي مبلطه في المكان كله. فخفت بقى على العيال للرطوبه بتاع البلاط وكده على ظهرهم، لان ما اول مره يباتوا يعني. هي الاوضه دي بقالها 5 سنين، الاول كانت بتاعتنا بس لما جات بنت اخته دي بقالها 5 سنين هم واخدينها. يعني الاول قبل 5 سنين كانت الاوضه دي تبعي انا برضو مع الاوضه اللي بره، بس بقالها 5 سنين لما جت بقى دي واشتغلت معانا وخدتها. فالعيال بقت خفت عليهم بصراحه من البلاط، يعني بيطلع رطوبه وكده عن الاسمنت، يعني الارض اللي عندنا دي احتبر يعني ارض كده او اسمنت او تراب حاجه زي كده، فيعني حلوه للظهر عندي. فقلت بقى اغسل لهم الكنبه، لان الكنبه كنت غسلها قبل كده وجات التكييف اللي فوق نزل عليها بتاع الجماعه، فركنتها بقى اتملى التراب وبتاع، وما كنتش حاطه ما كنتش حاطاها بنود عليها حتى ولا حد كان بينام عليها، كنت ركناها. فقلت بقى هغسلها واجيبها هنا كده والعيال ايه يناموا عليها. هما كانوا طول الليل فرحانين بقى لما لقوا ايه الجماعه يلموا بعض الصبح ويمشوا. هما ما شاء الله كانوا قاعدين عندنا، بنت سيلفي دي بعيالها لما جات باتت عندنا، يعني طبعا نامت بره في الحته اللي بره عند المطبخ دي مكان ما احنا بننام، نامت معانا يعني بعيالها. وصبح الصبح بقى كان هيلموا الحاجه ويمشي بقى، هي كانت جايبه حاجتها والتانيه دي هتلم حاجتها ويروحوا ماشيين بقى يقعدوا في المزرعه اللي خدها الحاج الجديده دي. الحاج والله بشكركم وبيقول لي كل ده من دعوات الناس اللي بتحبك يا ام محمد،
فعلا والله من دعواتكم ربنا فرجها على الحج وفرجها علينا والله، تسلموا لي ما تحرمش منكم ومن دعواتكم يا رب. والله الحج والحاجة فرحانين بجد، لانهم برضك بقالهم فترة ما بياخدوش مزارع بعيدة، يعني كانوا بياخدوا مزارع بعيدة على طول، فبقالهم ايه فترة برضك ما خدوش مزارع وكده. فيعني هي اول مزرعة بقى خدها دي، وراح كان محتاج ناس يعني، فخد اللي هي قاعدة معانا بتروح المزرعة معاهم دي، وخد بقى واحدة تانية برضو من تبعنا كده من بنت أخوه خدهم بقى. وأنا قلت بقى ايه همسك الأوضة دي بقى أظبطها زي ما انتوا شايفين كده. فهي بقى كانت سايباها موسخة يعني عشان ما هيش فاضية، بيصبحوا من الفجر يروحوا ايه المزرعة، وجوزها طبعا بيقعد هناك عشان خاطر يعني قاعد زي غفير كده، وهي اللي بتبيت وتصبح تروح هي والعيال، وساعات تسيب عيالها وساعات تاخدهم معاها، يعني بتصبح الصبح تروح وجوزها قاعد هناك زي غفير كده حارس ايه معاهم، يعني في كذا برضه غفير هناك، هو قاعد زي غفير كده حارس معاهم الحاجات ما بيجيش. هي بتصبح الفجر تركب العربية وتروح رايحة ايه مع الناس اللي رايحة، وتيجي آخر النهار تيجي بالليل على زي ما ايه ما عايزة تيجي تيجي بك. هي مالك ما تخلص. فراحت ماشية بقى، وكانت بتسيب اوضتها زي ما قلت لكم موسخة ومش نظيفة وكده، يعني انا كنت ساعات اعملها وساعات ايه ماليش دعوه بقى وكده. فمسكتها بقى النهارده غسلتها غسله حلوه زي ما شفتوا بالمجشه كده والربس والكرور والصابون، ومسكت الفرش بقى بتاعها هغسله برده، وهجيب السجاده اللي انت شفتوا ده بتفرشها بتاعتنا دي، وهجيب سجاده هي هغسله دلوقتي عشان خاطر انضفه لها، وهشيله برده يعني انا هغسله لها وهشيله، مش هستخدم حاجه من بتاعتها. طبعا انا لميت حاجتها زي ما انتوا شايفين، انا عندي برضك حاجات كتير. الحاجات دي اساسا احنا مش جايبينها معانا، ده الحاجات دي الحاجه اللي بتدهن، احنا كنا جايين فاضيين، هي بنت سيف بس اللي جايبه حاجتها عشان منقوله في مكان، والمكان ده هوت يعني مش بتاعهم، ده زي ايجار كده بيأجروه يعني يعملوا الحاجات فيه وبعد كده يسيبوا، يعني هي واخده حاجتها عشان كده بس. لكن لما بنيجي عند الحاجه ما بنجيبش حاجه، بنيجي فاضيين، والحاجه الحاجات كلها دي بتبقى الحاجة اللي بتدهن تبقى عندها يعني قديمة وكده فبتدهن. فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هنا انا غسلت لها السجادة، ولما تنشف ايه هلفها لها واشيلها لها برضو، واحنا هنستخدم بس الأوضة. حتى التلاجة بتاعتها قفلتها وركنتها على جنب لما تيجي تاخدها. التلفزيون بس بصراحة العيال ايه هما اللي فرحانين بيه وعايزينه شغال، ايه يعني يبقى عندهم أوضة بتلفزيون وكده، فبصراحة التلفزيون اللي هيشتغل لغاية ما يجي ياخده. لكن التلاجة انا فصلتها وسبتها لها، هي اساسا كانت فصلها قبل ما تمشي، حتى انا لسه ما غسلتهاش يعني هغسلها لها ان شاء الله وهركنها واسيبها. هو التلفزيون بس ايه اللي احنا هنستخدمه. هي عامه بنت اخت جوزي ويعني مولف علينا وكده ومتربيه معانا، يعني ايه ما بتزعلش ولا حاجه، احنا مع بعض يعني ايه من ساعه ما جت. فالمهم هي عارفه ان احنا هنسيب التلفزيون وكده مش هتزعل، بس التلاجه انا مش محتاجاها اصلا، الحاجة مدياني الفريزر بتاعها اللي هو برا والتلاجة بتاعتي وخلاص على كده، يعني مش محتاجاها. فانا هغسلها لها انا الوقت بس ركنت على جنب كده، امسكها اغسلها لها حلوة اروح شايلها لها معاها لما تيجي بقى تقعد شهر تقعد شهرين. عامة احنا الاول كنا بنروح يعني الاول ايه الحاج برضو كان بياخد مزارح كده على الواحات وعلى اسيوط وعلى مكان بعيد كده، وكان بياخدنا معاه برضو، بس هو ما خدناش معاه عشان الحاجة المرة دي، وجابوا له بقى واحده من البلد اللي هي بنت سلفي دي، يعني احنا المفروض اللي كنا هنروح، لكن اللي معايا التانيه اللي بره ما بتروحش، احنا اللي بنروح بقى انا واللي هي جاربتي دي اللي بنروح بس مع المزارع يعني البعيده وكده. فالمهم عشان الحاجه اللي قالت له لا سيب ام محمد وكده، فرحنا جايبين له بنت سلفي ديتي تقعد بقى الشهرين الثلاث شهور اللي هو محتاجه، وبعدين تيجي ايه تروح بيتها بقى تي تشوف شغلنا برضو معاه، ممكن يشوف لها شغل بردك على طول وتقعد معاه، الله اعلم بقى لسه بقى لما تيجي ايه يحلها رب. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. انا عملت بقى كنت جايبها ملوخيه نجتها عايزه انشفها، بس انا بنشف الملوخيه بطريقه حلوه كده، بنجي الملوخيه ما بخليهاش فيها عروق خالص، وبروح ماسكاها غسلها كذا مره كده واشطفها حلو، واروح ماسكاها في العصاره بتاعه الغساله، يعني وش مخده كده بتبقى عامله لي الملوخيه مش عايزاه، يعني وش مخده كبير وما فيش لازمه عندي وكده وابيض وانا مش عايزاه، بروح حاطه في الملوخيه
وراح عصرها من الشفاه خالص، وراح حط الملوخية في مصفى وحطها في التلاج. الملوخية دي بتطلع لا فيها تراب ولا فيها غبار ولا فيها أي حاجة، ولا بتحب ولا عايزة تتكرم أصلا، وتطلع خضرة. يعني انت لو عايزة الملوخية خضرة وما فيهاش تراب وما فيهاش أي حاجة، وحتى ما بتشمش الشمس، إذا ما بقولك كده تحطيها في تغسليها غسلة حلوة وتروحي مصفياها، لو عندك عصارة يعني غسالة زي دي كده تحصريها وتروحي حطها في التلاج، تفرشيها في مصفى وتسيبها في التلاج على الرف كده، دي هتنشف وتبقى خضرة ولا ترابة بقى ولا أي حاجة، ولا تحب تكرميها ولا طوبة ولا أي حاجة. بصوا ملوخية من الآخر، وتطلع خضرة كأنها لسه خضر. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. الشمس بتقرب الملوخية شوية، يعني احنا عارفين يعني ايه فلاحين وكده، عارفين الشمس بتدي للملوخية لون أصفر شوية كده، لكن دي عشان بتنشف في البرودة بتاعت التلاجة، بتفضل خضرة زي ما هي كده. وتخيلوا بقى لا ترابة ولا أي حاجة، ودي ده بتفركوها بس أزود من كده، تطلع بصوا تطبخها وانتم مغمضين. فلو عايزين تعملوا الملوخية بالطريقة ديتي فعلا جميلة، بس لو هتجيبوا ملوخية كمية كبيرة، بصوا بقى هتغسلوها برضو زي ما انا قلت لكم كده دي، وتروحوا منشفينها بقى ازاي، تحطها في صواني وتفرد عليها يعني زي طرحه كده ولا حاجه، حاجه كده زي طرحه برضو، تحش عنها التراب وتحش عنها اي حاجه، وبرضك تخف الشمس عنها شويه، برضك تفضل خضر. يعني لو عايزين تنشفوا ملوخيه كتير، وطبعا الكتيره مش هتحطها في التلاج، فتروحوا غسلينها غسله حلوه زي ما انا عملتها كده، وتفرشيها على الصواني، وتروحوا مغطيينها بحاجه زي طرحه كده خفيفه، وتنشف بقى على طول، وتروحوا فركنها وشايلينها. طبعا الملوخية بتاع النشفة في الشتاء جميلة بجد عن الخضر، يعني في ناس بتحبها كمان. احنا دلوقتي مثلا بنحط الملوخية الخضراء في الفريزر، بس برضك في ناس بتحب الملوخية الناشفة نعمل بها بصارة، يعني بصراحة بتبقى حلوة. البصارة في الشتاء بتبقى حلوة، يعني ملوخية ناشفة في الشتاء. فالطريقة اللي بقول لكم عليها، والملوخية الوقت رخيصة، فتروحوا تجيبوها. عايزين تجيبوا الملوخية بكمية كتيرة، و اللهم صل وزيد وبارك على سيدنا محمد. عايزين تجيبوا الملوخية رخيصة الوقت، هتروحوا اخر النهار زي ما اقول لكم كده. الملوخية لو غالية الصبح هتروحوا اخر النهار كده، هتجيبوها شروة كمان، يعني مش هتجيبوها بالحزمة، تروحوا اخر النهار. لو عايزين تشتروا حاجات زي الملوخية وزي الحاجات دي، هتروحوا اخر النهار السوق هتجيبوها وتخزنوها، هتروحي اخر النهار للملوخية مثلا بس، وهتروحي تلاقيها خلاص الناس جربت تخلص وتمشي وكده، فهيبيع الملوخية دي بالشروة كده وبرخيصة كده، وتجيبي الكمية اللي انت عايزاها وتنشفيها بقى، يا اما تغسليها وتحطها في كيس، برضه اغسليها بالطريقة اللي انا غسلتها دي، وتنشفيها وتعبيها في كيس وتحشي منها الهواء وتحطيها، تطلعيها تخرطيها وهي مجمدة كده، برضه بصراحة بتطلع جميلة الملوخية كده. جربوها كده وقولوا لي. المهم هنا كنا خلصنا كل اللي ورانا، دعكنا بقى المواعين كده، انا نظفت بقى البيت ما شاء الله، كانوا قاعدين مخلين البيت، والجماعه اللي جوا علينا كمان دول خلى الدنيا مدهوه، لو الحمام خلوه يعني البيت كله صبنته بصراحه. فمسكت بقى هنا الحمام بعد ما خلصت بقى المواعين وخلصت كل حاجه، صبنته بقى كده تيه، عشان ما كان العيال يعني وكل واحده جايبه عيالها وكده تي، فانا قلت هغسل بقى واصبن وانضفه، وهم بقى لموا حاجاتهم خلاص ومشوا. معايا كده الوقت واحده بس، يعني احنا كنا ثلاثة، الوقت كده احنا اتنين، معايا واحده بس قاعده معايا بره بقى، بس هي الحمد لله يعني دي هي دوب بتستخدم البوتاجاز بس، ما بتخشش جوه، لكن دي اللي كانت معايا جوه وبره وكله، لكن دي هي بتستخدم المطبخ بردك، في بتاع كده عامله زي الثلاجه بتاعتها بره في المطبخ، وبتيجي تطبخ على البوتاجاز يعني بس، وتاخد حاجتها بره خلاص على كده، يعني هي مش جربتنا ولا حاجه، بس في حالها وانا في حالي يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.